النفوذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الكرام، عندي نقطتين. الحزب رفع شعار محاربة الفساد والاكتساب سواء قبل الانتخابات وأثناء ممارسة الشأن الحكومي، فلا يعقل أن لا يتم تفعيل تقارير التي تعد المجالس السعودية للحسابات وتقارير التفتيش المالية وتقارير الإدارية الترابية. ومن أهل تنشؤ بأن بعض رؤساء الجامعة وخصائص جامعة مولاي يعقوب قد تم توقيفه من طرف وزير الداخلية السابق طيب الشرقاوي بسبب ضرامه على الملك العام واستغلال النفوذ. وهناك تحت عدد الجريدة الرسمية 57008. النقطة الثانية، التحالفات الإخوان في الحزب يؤكدون على استمرار التحالف مع الأحزاب الحكومية في الانتخابات القادمة، وأن هناك مفسدين ثبت فسادهم وينتمون لهذه الأحزاب، فلا يعقل أن يستمر التعامل معهم. وفي هذا العدد أحيلكم أن رئيس جامعة بإقليم مولاي يعقوب التي عانت ساكنة مولاي يعقوب وما زال يمارس فساده على الساكنة. إذا الله يجزيكم بخير. وعندي نقطة كبيرة بزاف وهزت قلبي، والناس ديال ملاحظ قالوا لي مشي عند سي عبد العزيز الكيران وصلوا لك الرسالة والقرص. الله يجزيك بخير اللي يشوفوا، الله يجزيك بخير لما يشوفوا مسكين. وأن عندنا بيوت ديال الدعارة راه ما بقيناش نحملوها في مركز ملاحظ. وشكرا.